ناغورنو كاراباخ منطقة تزخر بعبق التاريخ، هنا ملتقى حضارات عديدة وأرض إمبراطوريات نشأت وازدهرت واندثرت. هنا في ناغورنو كاراباخ هذا الجرح النازف في خاصرة العلاقات بين أذربيجان وأرمينيا، يعيش الآلاف من اللاجئين الأذريين منذ 19 عاما في مخيم خوجافند. على العالم أن يعلم بمعاناتنا، هذا ظلم، أرضنا هناك ونحن هنا. حياتنا ليست سيئة هنا، ولكننا نفتقد إلى أرضنا. قبور أبائنا هناك ونحن مشتاقون لزيارتهم. لدينا كل الضروريات من ماء وكهرباء، إلا أن أرضنا هي هناك. إذا استطعتم حبس دموعكم، اذهبوا إلى هناك وشاهدوا بأم أعينكم ماذا فعلوا في كوجالي. مثل الملايين من اللاجئين في العالم، فإن هؤلاء الناس عاشوا آلام الترحيل القسري ومعاناة البعد عن الأرض والوطن. إنهم ضحية صراع لا ذنب لهم فيه سوى وجودهم في المكان الخطأ، أو هكذا أرادت قوانين اللعبة السياسية التي حبكت خيوطها الأولى منذ الحقبة الستالينية زمن الاتحاد السوفيتي، وشهدت أفظع فصولها في أوائل التسعينات من القرن الماضي عندما اندلع الصراع المسلح بين أرمينيا وأذربيجان حول الأقليم. حوالي مليون شخص غالبيته من الأذريين تم ترحيلهم عن أراضيهم وأضحوا لاجئين داخل وطنهم. نحن غرباء في أرضنا، وطننا ليس هنا، وطننا هناك. حفيدي يريد الذهاب إلى هناك لزيارة قبر والده الشهيد. العالم أجمع يساند الأرمن، في حين لا أحد يهب لنصرتنا، لا أحد. ضحايا لفهم النسيان، هكذا يعتبر هؤلاء المرحلين أنفسهم، ورغم القرارات الأممية الأربعة الداعية إلى انسحاب القوات الأرمينية من هذه الأراضي، إلا أن معاناتهم لا تزال متواصلة في انتظار فرج قد يأتي وقد لا يأتي. تكاثرت أعداد مخيمات اللاجئين في أذربيجان وتحسنت ظروف عيش ساكنيها، إلا أن توقهم إلى العودة إلى أراضيهم الأصلية يبدو أكبر من كل متاع الحياة. فطيلة 16 عاما الماضية لم تؤدي كل محاولات الصلح بين الطرفين إلى أي حل يذكر، إلا أن الجميع لا يزال يؤمن بأن الشرعية الدولية ستكون لها الكلمة الأخيرة دون شك. أذربيجان أعدت خطة كاملة لإعادة اللاجئين إلى أراضيهم، حيث خيرت الحكومة عدم دمجهم مع السكان الأصليين للمناطق التي رحلوا إليها. عدم إدماجهم مع السكان المحليين سيسهل فيما بعد عملية إعادة توطينهم في أراضيهم الأصلية. إعادة توطين مجموعة مكونة من 1000 شخص أسهل بكثير من البحث عن كل شخص على حدة. الحكومة الأذرية استثمرت حوالي 3 مليارات دولار لبناء مساكن للاجئين، منزل خاص لكل أسرة، مدرسة ومشفى وخدمات أخرى، إضافة إلى المساعدات المالية من طرف الحكومة. اللاجئون الأرمن هم الأفضل حالا بين جميع اللاجئين في العالم. قبل أن يحطوا الرحال في هذا المخيم، عاش هؤلاء اللاجئون لحظات ستظل حاضرة في أذهانهم، ذكرى مؤلمة لا يقدر الزمن على محوها. هذان الزوجان عاشا طيلة 17 عاما في ظروف أكثر من صعبة، وعندما يتذكران تلك المعاناة بتفاصيلها تعجز كلماتهما عن وصفها. عندما تهطل الأمطار تغمر المياه الغرفة وتغرق كل الأمتعة، ننام مع الأفاعي وكانت الأوساخ تحيط بنا من كل مكان. نحن نشكر حكومتنا نظير مساعيها لتحسين ظروف عيشنا، ولكن هذا لا يكفي، نحن نرغب في العودة إلى أراضينا. هذه السيدة عاشت بدورها فصولا صعبة من رحلة المعاناة الشاقة بعيدا عن أرضها. زوجي استشهد في المجزرة التي نفذها الأرمن، فهربت من كلبجار حافية القدمين
ومعي أطفالي. ابنتي ستتزوج قريبا، أما أطفالي فقد غرست فيهم حب الوطن منذ الصغر، وهم الآن رهن إشارة الرئيس علييف. الحل العسكري لا يبدو مطروحا في الوقت الحاضر، فيما يبدو حرصا من الجانبين على الحفاظ على الوضع مثل ما هو عليه. وعلى الجانبين توزعت نقاط الاستطلاع في منطقة التتار تحسبا لأي طارئ، إلا أنه حسب بعض المسؤولين فقد تم خرق وقف إطلاق النار أكثر من مرة من الجانبين. أغلب الجنود الذين التقيناهم هم من الشباب صغيري السن، أرغمتهم ظروف الحرب على الانخراط فيها وإن كانوا مرغمين. أرغب في دراسة التاريخ بالجامعة، أن أتعلم تاريخ بلادي. الحرب بين الأرمن والأذريين ربما أوقدت مشاعر العداوة بينهما، إلا أنهما عاشا طيلة عقود كاملة بسلام جنبا إلى جنب. هذه السيدة أرمينية وزوجها أذري، وهما يعيشان معا منذ 52 عاما. لو أساءوا معاملتي لما هربت معهم ولا خيرت البقاء هناك. بعضهم يناديني جدتي والآخر عمتي أو أمي، لقد أحسنوا دائما معاملتي. 16 عاما من اللا حرب واللا سلم أنهكت كاهل الدولتين، وكانت حملا ثقيلا على 600,000 لاجئ من ضحايا الحرب من الجانبين. هؤلاء الذين يحلمون بغد أفضل يحلمون كذلك بأن تتاح لهم الفرصة لإبداء رأيهم في الصراع. هم يؤمنون بأن حل القضية هو بيد الشعبين الأذري والأرمني، وما على الحكومات إلا الإنصات لنداءات الآلاف من المواطنين في كلا الدولتين المطالبين بحل سلمي لهذه القضية. عشنا سنين طويلة جنبا إلى جنب، تقسمنا أفرح الحياة وأطرحها، ولا يوجد أدنى سبب يمنعنا من التعايش معا في سلام. ولكن ما يؤسفنا هو أن القوى العظمى في العالم طلبت من الأرمن في 4 مناسبات أن ينسحبوا من أراضينا ولم يفعلوا. لا أجد أجوبة لأسئلة طلبتي حول هذا الأمر، لا أجد جوابا مقنعا لتساؤلاتهم. في انتظار حل لهذا الصراع يتواصل تشبث الأذريين بمواطنهم الأصلية، وتتطلع عيون أطفالهم إلى غد أفضل يبنونه بسواعدهم في أرض أجدادهم التي أبعد عنها.